بغيتي تصاوبي المعشوقة الجماهير حلوة ديال التمر، غزالة لذيدة كتذوب في الفم وكتحمق، كتجي على هذا الشكل، فيها القرقع من الداخل والتمر. تبعي معي المقادير وغادي تعجبك، وانا اكيد غادي تصوبيها في دارك. تبعي معي. غادي نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ لينة، قبصة ديال الملح لتعديل الذوق او لتصحيح الذوق، نحتاجو الكاس ديال السنيدة، كاس العنبة ديال السنيدة، وغادي نحتاجو الكاس ديال الزيت، دائما بكاس العنبة الكبير ماشي الصغير، وغادي نضيفو ربع كاس ديال ماء الزهر، من الأحسن يكون بالعامري كيكون أفضل، كتكون الجودة ديالو أفضل. كنخدمو الخليط مزيان حتى كيولي على شكل إن بوماد أو لين كريمة. نخدمو العجين مزيان حتى يولي على شكل كريمة. بهذه الطريقة نحكو مزيان الزبدة مع سكر سنيدة والزيت حتى يندمجو مزيان مزيان مزيان. من بعد غادي نبداو نضيفو الدقيق بشوي بشوي حتى نجمعو العجين، ويكون العجين بحال العجين ديال الصابلي، كيكون هشيش ما يكونش قاسح وما ندلكوش. العجين ديال الحلوة ديال التمر هادي ما كيدلكش العجين ديالها، كيتجمع غير بحال الصابلي. نستمروا في جمع الخليط ونتلاقاو من بعد. القوام ديال العجين كيكون بحال هكا، كيكون رطب وهش، كنجمعهم بهذه الطريقة فقط بدون دلك كي قلت لكم. هذه النتيجة النهائية، خصو يحاول خاص يكون رطيطب ما يكونش قاسح وهش بحال هذا الشكل فقط. المهم غادي ندوزو للتمر ان شاء الله، وغادي نخلو العجين يرتاح. ما تخافوش وخيبات العجينة ديالكم في الثلاجة، ما تخافوش منها لأنه ما فيها لا خميرة لا حتى شي حاجة، دونك غادي تبقى محافظة على الشكل ديالها كما هو. ولكن إلا حفظتو على في الثلاجة غادي تقصح مع الزبدة وغادي تعذبكم شوية في الخدمة، لهذا حاولوا تخدموها في نهارها. غادي ندوزو دابا كاين التمر وغادي تشوفوا معايا الطريقة، يعني طريقة سهلة وزوينة وكيجي التمر لذيذ. أنا ما درتش فيه القرنفل، كاين الناس اللي كيديروا فيه القرنفل، أنا ما بغيتش ديك الناس مات القرنفل، ما كتعجبنيش في التمر. هذا كيبقى اختياري، يعني هذا يعني ذوق خاص بيا. غادي نحتاجوا الكيلو ديال التمر، ونحتاجوا ربعة ديال القرقاع يكون مفرتت قطع كبيرة، وغادي ندير القرفة، غادي نضيف جوج معالق كبار ديال الزبدة. انا ما غاديش نضيف القرنفل، كيبقى اختيار، بامكانكم ديروا القرنفل، انا ما درتوش ما كيعجبنيش. درت قبصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وما نساوش واحد ربع كاس تقريبا ديال ماء الزهر، تكون جوده عاليه. وغادي نشدو داك التمر نعجنوه مزيان بهاد المكونات كاملين اللي هما يا القرفه والزبده، ونديروا ليه القرقع وما الزهر. تقريبا انا درت شي معلقه كبيره ديال القرفه، تكون القرفه عاده مطحونه تكون جديده، كتكون فيها النكهه قويه. جوج معالق كبار ديال الزبده تكون مصدر حيواني، كنخدموهم مزيان. دابا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. كنخدموا مزيان التمر والزبده والقرفه بهذه الطريقه. من بعد غادي نضيفو عليهم ماء الزهر ربع كاس، كنستمروا في الدلك مزيان. انا كتبت لكم في الشاشه المقادير، كنستمروا بحال هكا حتى كنخدموها مزيان، ضروري ما تدلك مزيان باش هذا المقادير كامله تندمج. هلي غنضيفو دابا القرقاع على التمر، بامكانكم تضيفوا اللوز مهرمش، بامكانكم تضيفوا الجنجلان، بامكانكم تضيفوا اي مكسرات بغيتوا، اولا تكتفوا غير بالتمر فقط.
كيبقى اختياري المكسرات. كنشدو دابا العجينه، كورنا التمر وغادي نشدو العجين. بامكانكم ديروا الاحجام اللي بغيتو، الطوابع اللي بغيتو. انا درت هذا على شكل غريبه مرشومه، كنخدمها بهذه الطريقه. كندير داك السلوفان اولا البلاستيك الغذائي كنديرو باش ما يلصقش ليا العجين في المرشم. كنحفر بهذه الطريقه اللي غادي ندير الكره ديال التمر. كنغطي بهذا الشكل. وكنستمر، ضروري ما نضغطو باش تخرج لينا هذيك الزواقه ديال المرشم. كتخرج بسهوله بالبلاستيك الغذائي. كان هذا هو الشكل ديالها، كتجي مزوقه وزوونه. راه حتى في الطياب كتحافظ على الزواقه ديالها. وغادي نعاود قدامكم واحده اخرى. انا سرعت لكم شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كما العاده اي مرشم بغيتو، سواء على شكل غريبه، سواء الطويل على شكل معمول ديال التمر، سواء بالطابع اللي حبيتو، المهم الفكره هي هذه. هذا الشكل الثاني. العجينه كتجي مرخوفه بحال العجينه ديال الصابلي، كتجي هشيشه. وكنستمر بحال هكا حتى كنساليو العجين ديالنا كامل. صراحه كتجي لذيذه، كتجي هشيشه. يجربوها البنات، غادي تحماقوا عليها وغتولي هي المعتمده عندكم في الاعياد وفي المناسبات، دواز اتاي حتى في الافراح في كل شيء. وهكا هذا هو الطاوه ديالنا، دخلتها الفران بعد ما طابت، كتحمر غير شويه وكنفندها في السكر كلاصي وهي سخونه، وكتعطينا هذا الشكل بحال هكا. كيجي رائع وغزال. نتمنى يعجبكم، وعيد مبارك سعيد، مع السلامه.